ونشاهد الآن علامة الألفي متر والانطلاق على بركة الله تعالى. فتحت البوابات واندفعت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات، فأكثر مفتوح لجميع الدرجات على شوطنا الرئيسي الأول، الشوط الخامس على كأس إمارة منطقة تبوك. وكما تشاهدون الآن عيثوم في بداية هذا الشوط، والانطلاقة كذلك لرقم 7 في المركز الأول الزاخم، والمطاردة والملاحقة الآن تأتي كذلك لشمعة منورة في هذا الشوط، وكذلك رقم 4 أساس المجد. وبداية قوية للشوط الرئيسي على كأس إمارة منطقة تبوك، التقدم الآن لشمعة منورة في المركز الأول، وتراجع للمركز الثاني للزاخم، والمركز الثالث عيثوم في هذه اللحظات مع الانطلاقة السريعة في هذا الشوط. وأشاهد الآن عيثوم أيضا ينقض على المركز الثاني في هذه اللحظات، فيما شمعة منورة للمركز الأول. التقدم الآن بدأ للزاخم إلى المركز الثاني والمركز الأول في هذه اللحظات، مع تراجع عيثوم إلى المركز الثالث، وكذلك التقدم لأساس المجد في هذه اللحظات، وتراجع لشمعة منورة إلى المركز الثالث. عيثوم يأتي الآن مع محمد الدهام إلى المركز الأول ويأخذ زمام المبادرة والصدارة الآن، مع دخول قوي من الخارج الآن لشعام الآن في هذه اللحظات، وكذلك إهداء في هذه اللحظة أيضا يأخذ مكانه في هذا الشوط، مع الصدارة لأيثوم والمحافظة في هذه اللحظات لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وأيثوم يقود الجياد في هذه اللحظة مع محمد الدهام، ومحاولات أيضا لشعام في المركز الثاني. المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، الصدارة بدأت الآن. أيثوم بدأ يقود الجياد الآن في طريقه لخطف كأس إمارة منطقة تبوك. أيثوم ممثل الأبيض في طريقه، ما شاء الله تبارك الله، انفراد بالصدارة ومحققا كأس إمارة منطقة تبوك في هذا الشوط. ألف مبروك للأبيض، ألف مبروك لنيكولاس بكر.